أهلا بكم. انتبهوا لما سأقوله الآن، فإنني سأكرره كثيرا جدا ولن أكسل أو ولن أتوانى عن تكرار التنبيه الآتي. مرضى السمنة أنواع، ليسوا مريض واحد، دول أنواع مختلفة من الأمراض ومن السيتويشن. في زايد وزنه أعلى من معدل الكتلة بتاعه 5-6-10 كيلو زادهم، يعني ده ممكن يخس بسهولة بأساليب سهلة جدا، يلعب شوية رياضة، يقلل أكله شوية، بيخس بسهولة. وفي مرضى تانيين اسمهم السمنة المفرطة، أو عندهم سمنة مفرطة، لها تعريف معروف للجميع. المريض ممكن ما يكونش مقدر نفسه انه عنده سمنة مفرطة، يعني هو يبقى مريض سمنة مفرطة بس ما بيقولش لنفسه كده، يقول لك ايه، في ناس كتير تقول لك لا انا مشكلتي كلها في الكرش، يعني تلاقي 120-130 كيلو يقول لك انا مشكلتي في الكرش، وهو طوله مثلا حتى لو 180 سم هو مريض سمنة مفرطة. ده الزبون بتاع النصابين، بتاع الناس اللي عايزة تستغله، ده المادة الخصبة للاشتغالات، الغلبان ده. اشتغالات أنواع، النصابين أصناف. يقول لك لا 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 ما تعملوش جراحة، رغم أن العلم بيقول أن مريض السمنة المفرطة الحل الأول والأمثل له هو الجراحة. دول بيتعمل لهم أي حاجة، يضحك عليهم بأي شيء. في أنظمة غذائية ودكاترة مسؤولين على التغذية وناس بتشتغل في مجال التغذية العلاجية بيحاولوا مع النوعية دي، وربما في بعضهم بالإرادة وإلى غيره بيقل، لكن الناس اللي عندها 130-140-150 كيلو مش هيصلح لهم النوعية دي من الأساليب. ودول زي ما قلت لكم عرضة لنهبة الناس الاشتغالات اللي بينصبوا على الناس. كل ما سأقوله دلوقتي يصنف طبقا لتعليمات نقابة الأطباء وإرشادات الجمعيات الطبية وتوجهات كل الأكاديميين. كل اللي هقوله دلوقتي ده يعتبر نصب. الناس اللي تقول لك إيه أنا هخسسك أونلاين، ده مفيش حاجة في الطب اسمها كده، مفيش حاجة في العلم اسمها كده. ده أنا هبعت لك نظام في علبة باكج، هتبعت لي فلوس، هبعت لك النظام والدواء ومش عارف ايه اونلاين. مفيش في الطب حاجه اسمها كده، ده كلام غير طبي، غير حقيقي، غير منطقي، ملوش علاقه لا بالطب ولا له علاقه بالضمير ولا صح تماما. واحد يقول لي طب مشهوره، ما موجود الناس دول، موجودين، ما دول مخالفين. طب الدوله لا الدوله مش سايباهم، بس هم كتير، والدوله بتقفش بتقبض عليهم واحد ورا التاني او تجرمهم واحد ورا التاني. وفي جهاز مهم جدا اسمه جهاز حمايه المستهلك، لو سعادتك بعت له قلت له في واحد بيبعت لي اونلاين هيمشي وراه يشوفه فين، هو ايه اللي اونلاين، بيبعت ايه اونلاين ولمين، مريض سمنه مفرطه هيستفيد من ايه. في حاجات مجنونه بتتعمل، انا لسه شايف فيديو يجرب، مذيعه مسكت عيل ميه ودوبت فيها شويه بتاع كده وقلبتهم وشربتهم. هل ده منطقي يتعمل؟ ايه فايدة ان انا ادوب شوية عشبة ولا شوية بتاع في مية واخدهم هيدخلوا هيتضموا في خلال دقيقتين او اقل ومش هيعملوا حاجة؟ ولا اصل ده بينفش في المعدة ويعمل نفش في المعدة. اي خميرة بتنفش في المعدة شوية، العيش الفينو ما بينفش في المعدة، بس بعد كده ده هيخسسك؟ يعني مش هيخسسك، مش هيلعب اي دور ورا، هيقول لك اصل ده بيعمل، اصله بيسد النفس. سد النفس قد ايه يعني؟ نص ساعة، ساعة، وبعد كده تحس انت جعان وهتاكل، مش هيغير لك نظام الغذاء. الناس اللي عندها سمنة مفرطة هيستفيدوا من الكلام ده ولا هيستفيدوا بشلن من الكلام ده؟ بصوا اللي حصل او اللي بيحصل من ان واحد يدوب حاجة في مية اللي عليها تصريح وزارة الصحة مباشر بانها للتخسيس، تقوم تقول لي ده فيه تصريح، ممكن تصرح على انها مكمل غذائي، لكن مش دواء تخسيس. دواء تخسيس ده حاجة تانية خالص خالص، وفي فرق كبير جدا بين مكمل غذائي ودواء تخسيس. دواء تخسيس ده قليلين أدوية التخسيس اللي في العالم كله، والإفشنسي بتاعها محدود. لكن مكملات في حاجات كتيرة مكتوب عليها مكمل غذائي، أي شيء، بودرة، أي حاجة فيها فيتامينز بيتحطوها تحت مصنف دي ما بتخسسش مكمل غذائي، دي بتخسس ما بتخسسش.
هل انت بتقول عمليات يعني انت؟ لا، انا ما بقولش العمليات عشان انا بحب العمليات، لان العلم اللي فرض ده، لان الطب اللي قال كده. الطب، انا مش جراح، بس الطب اللي قال كده. انتبهوا يا جماعة، لانه مجال السمنة المخادعين فيه والاشتغالات فيه بقت كتير قوي. طب تعالوا نرحب بضيفي العزيز، واحد من الاكاديميين البارزين، عضو هيئة تدريس متميز للغاية، راح من الطراز الرفيع، وهو يكلمنا على اللي بيشوفه في هذا العالم. اكيد ضيفي العزيز، الخيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع، الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل العريقة، وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، عضو كلية الجراحين الامريكية، والحاصل على اعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاس ار سي. اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بلا شك انت كجراح سمنة، انا عارف انه مضيعة للوقت ان انا اكلمك في الحاجات دي، بس للاسف معلش استميحك عذرا، لان الموضوع ده للاسف انتشر، والخداع في هذا المجال بيضر الناس العين اللي عندها سمنه مفرطه. ايه رايك وتقييمك في البدايه؟ يعني تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين وكل فريق العمل. والحقيقه عايز اقول انه في حاجات طبعا غير طبيه يتداولها يعني يمكن شاشات التلفزيون ويمكن السوشيال ميديا بكل يعني مستوياتها، وبتكون طبعا غير طبية تماما. هو في حاجة طبية، في جراحة، في دكتور تغذية بيتم وصف دواء تاخده من الصيدلية، ده حاجة محترمة جدا جدا جدا، وده احنا وبينقي مريضه المناسب له، ده علم وطب ولو مريضه المناسب له وصيدلية يعني، وأدوية مصرح بيها وأدوية غير مصرح بيها، ده جزء يعني. ليه من الصيدلية؟ لأنه الدواء من الصيدلية تحت رقابة الدولة بشكل كامل، بالزبط. وكل أجهزتها، سواء أجهزة الدولة الخاصة بمراقبة الدواء أو لحماية المستهلك نفسه، بالظبط. وبرضه في شوية تحفظ يعني على بعض الصيدليات اللي هي بتبقى حاجات over the counter، ما بتبقاش يعني تحت الـ يعني لو حاصل ان حد بيقيم وضعهم بيداروا كل الادويه دي، يعني في حاجات ما بتبقاش موصوفه يعني. ومع ذلك انه طالما دكتور التغذيه يعني بيكتب دواء، خلاص يعني تابع للنظام، تابع اللي هيقوله، ومع بعض تحفظ يعني. طيب الجانب الغير طبي تماما او الجانب الاسود في الموضوع ده، انه حاجات طبعا غير طبيه معظمها أعشاب، معظمها تجارة سريعة، معظمها كله يمكن حاجة استفدت في القصة دي إنه التخسيس أونلاين. أنا دي يمكن أكتر الحاجات اللي هي بتخليني ده شيء مخيف، شيء مخيف، لأنه معظم الأدوية اللي بتنزل وزن في وقت قصير بتعتمد إن في حاجات زي الكاتيكولامينز والإفيدرينز والحاجات اللي هي بتعلي ضربات القلب بسرعة وبتخلي فيه إنسومنيا، ما يقدرش ينام، افطار وتعالى الضغط في العالم، وحاجات دي طبعا اتمنعت، مش حاجه اسمها كده، اتمنعت من العالم. في بقى حالات وفيات كتيره جدا بتحصل بسبب انه المريض انت ما تشوفوش اصلا، وانت ما تشوفش مريض يعني، انت بالتليفون خد ده، لا تعرف عنده القلب ولا عنده الضغط ولا عنده السكر ولا عنده حاجه، انت ما فيش يعني، انت بس جاست ان انت بتاخد دواء. شوف المسخره بقى، يقول لك انا سالته، يسالوه بيقولوا له انت عندك ضغط، هو المريض بيتسال، هو الناس بتتسال انت عندك ضغط وسكر ولا عندك ضربات قلب سريعه، هو يعرف منين اذا كان عنده ضربات قلب سريعه؟ ما هو اللي يعرف ده دكتور تغذيه بيقابل العيان ياخد منه، بيكشف عليه. بيكشف عليه، لكن ما ينفعش يبقى الاونلاين. فانا يعني طبعا عشان بس يعني اكون وصلنا رساله، انه احنا محتاجين ان احنا نعيد نظرنا في كل الحاجات اللي بتتعرض وكل الادويه الغير يعني موثوقه، وطبعا فيها خطوره شديده جدا 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 على كل الناس اللي هي بتنزل وزنها. حتى انت لو صحتك كويسه وعندك سمنه مفرطه ممكن تاخد ادويه قد تكون عكسيه، انت ما تعرفش عندك ايه اصلا يعني، ربما تكون عندك، ومعظم مرضى السمنه المفرطه بيكون عندهم اصلا ضغط وعندهم سكر وهو غير متشخص، بيبان عندنا في الاشعاعات والتحاليل. يعني زي مثلا عيان داخل يعمل عمليه تكميم وتحويل مسار او عمليه انقاص الوزن، احنا بنعمل بروفايل كامل لتجهيزه، بنلاقي حاجات هو ما يعرفهاش اصلا، يعني هو لا يعرف عنده كوليسترول بنسبه قد ايه، ولا يعرف عنده ضغط قد ايه، ولا يعرف عنده سكر قد ايه، ولا يعرف عنده تداهم في الكبد، في انزيمات كبد عاليه والانزيمات كبد، الكريات بتاعه اخباره ايه، بتاع الكلى بتاعته، وظائف الكلى، يعني في حاجات بيفاجئ بيها، لانه طول ما هو متداري كده هو ما عملش خطوه وما عملش يعني فحوصات ما بيبقاش عارف. فيعني نمره اتنين، انه منظمه الصحه العالميه
قالت انه الناس اللي هي وزنها زياده هي حلها حل جراحي، يعني وزنه زاد عن طوله بنسبه 35%، نسبه كتله يعني مش نسبه وزن. كتله الجسم مفهومه، الوزن على مربع الطول. بالزبط. يحسب وزنه على مربع طوله، سهل اي حد يعملها بالاله الحاسبه، وزنه على طوله في نفسه. كسرت ال 35 خلاص يبقى انت سمنه مفرطه. انت سمنه مفرطه. منظومه الصحه العالميه قالت ايه بقى؟ ان الناس دول هم دول الناس اللي يعملوا عمليات انقاص وزن، ما ملوش حل تاني. دايما المريض بتاع السمنه لو معاه سكر تحديدا ده بوابه للتاجيل وللتسويف والتخويف، اللي هو يتقال له ايه؟ يا عم انت سكر، هتعمل عمليه ازاي؟ التئام جروح فين؟ ومش عارف ايه ومضاعفات البتاع ولا وبلاش والتخدير بالنسبه لك، ده انت سكر. لا او قلب او دعامه متركبه يعني في. والمرضى هنا واهلهم لهم كامل الاحترام والتقدير، فلازم نفهمهم. انا النهارده كان في استشاري بطنه كان جايب اخوه يعمل عمليه، والله هو وزن اخوه 180 كيلو، وانا الحقيقه كنت حابب ان انا اعمل له تحويل مسار بشده يعني، لانه الوزن كبير وكان يعني عنده سكر ماشي على قراص بقاله 5 سنين، وحصل نفس النقاش اللي حضرتك بتتكلم فيه ده. يعني يمكن ده طبيب يعني استشاري بطنه يعني قاعد بنتناقش كلام علمي مظبوط خالص، بقول له انا بحب العمليات دي جدا بس انا بصراحه يعني تحويل مسار. هو نفس التخوفات عند الناس العموم الغير طبيين، وعند برضو بعض الناس في الكارير الطبي اللي هو يمكن يعني مش قاري عن عمليات الميتابوليك سيرجي او يعني مش واخد صوره كافيه لعمليات السمنه. عمليات السمنه يا جماعه، في السمنه بس مش انقاص وزن، هي جزء منها هو علاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. يعني في حاجه اسمها جراحه السكر، في حاجه اسمها تحويل المسار كعلاج لمريض السكر. دي مش احنا اللي عاملين كده، ده العالم كله عامل كده. والتوصيات الدوليه لإفسو يمكن كان في إفسو مدريد من سنتين ثلاثه كان نزل كتل الجسم ل 32 لو سكرك مش متظبط اعمل عمليه. ده انت كمان قبل ما يكون عندك سمنه ممكن تعمل العمليه لو كان وزنك كاسر الكتله بتاعت ال 32. ربما يكون عندك 20 كيلو زياده فوق الوزن الطبيعي، ما انتش لازم توصل 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، انت ممكن توصل. ده مش كلامي، ده كلام الإفسو، والناس كلها تدخل على الجايد لاينز بتاعت الإفسو من ايام مدريد، يمكن كان اخر دوره في مدريد من 3 سنين قبل الكورونا. قبل الكورونا يمكن بسنتين كمان. فطبعا التوصيات الدوليه بتعمل جراحه سكر عاديه خالص. طب يعني احنا معنا لازم نتقابل بقى ونتلاقى كاستشاري بطنه مع استشاري سمنه او استشاري جراحه، بنتقابل في المؤتمرات بندرس الحالات بنشوف ايه احسن حاجه للعين، واقول له بقى حاجه، بقول له احنا الاصلح للسكر هو عمليه تحويل مسار. قول له ما انا عارف يا دكتور وانا عندي حالات كثيره جدا بس انا برضو عايز اعمل تكميم معده. كان نقاش كان ظريف يعني على مستوى راقي يعني، والحقيقه هو في الاخر عمل تكميم معده برضو لانه هو مبسوط بيها، الاسم خفيف بالنسبه له وهو متلقي بارتياحيه اكتر. عمليه تحويل مسار في السكر جميله، يمكن انيميشن جميله، هو تصغير لحجم المعده يعني تقليل لكميه الاكل، يعني مناعه الانسولين هتقل، استبعاد الجزء اللي على الصوره على الجانب الايمن من الصوره، بيتم استبعاد الجزء المفرز للانتي انسولين هرمونز اللي هي بتطلع كل الهرمونات دي بتعطل عمل الانسولين وتعطل البنكرياس، مضادات الانسولين كلها بتعطل البنكرياس وبتخلي كفاءته قليله وبتعمل طبعا تعطيل لعمل البنكرياس. لما بنستبعد الجزء ده الهرمونات دي بتقل، البنكرياس طبعا بينشط تاني مره ثانيه. مرور الاكل السريع ده في دورة الأكل السريعة بعد يعني العملية بتنشط خلايا في نهاية الأمعاء من تحت اسمها الإل سيل، بتطلع هرمون الجي إل بي 1، وده يمكن كل الثورة في علاج السكر على الهرمون ده لما بتطلع بصورة طبيعية من الجسم. هو كده هي الخلايا دي مرور الأكل عليها بنشطها، لما بتمر في دورة أسرع من الطبيعي بتنشط الخلايا دي لإفراز الهرمون وبالتالي ينشط البنكرياس مرة أخرى وتمنع موت الخلايا المفاجئ، بتخليه يفرز بصورة صحية مظبوطة. تعيد الاتزان الهرموني مرة أخرى إلى الجهاز الهضمي بصورة فعالة، وأنت ما خدتش أصلا قرص، ده أنت ممكن توقف علاج من تاني يوم، ممكن تكون بتاخد أنسولين بجرعات عالية ومن تاني يوم تنصص الجرعات وبالتدريج هتوقف العلاج على فترات. إحنا مش كل الناس هتوقف علاج بكرة، لأن طبعا إحنا العين اللي هو 5 سنين سكر غير العين اللي 20 سنة سكر. العين ماشي على جرعات عاليه من الانسولين غير اللي ماشي على قراص او ماشي على جرعات قليله، فانت في سكور احنا بنعمله سنك وقد ايه الانسولين بتاخده وقد ايه مضاعفات، وبنقول لك قد ايه تقريبا هتستفيد من عمليه السكر.
في لقاءات قادمة عايز إن في عناوين معينة لازم نشوق الناس ليها. أولا عايز أكلم الناس أو نكلم الناس على بعض خفايا وزي ما أقول باك يارد أو العالم السفلي لجراحات السم. ده شيء مهم جدا جدا. ليه بعض الأماكن ممكن قوي يقول أنا هعمل لك عملية برقم معين غير مطابق للمعاني وأقل حتى من المستهلكات. يعني إيه مستهلكات؟ التطور الكبير اللي حصل في مجال التخدير، التطور الكبير اللي حصل في مجال الأفاقة، التطور الكبير اللي حصل في مجال الدباسات والمناظير. ده شيء مهم جدا جدا. عايزين نؤكد على حلقة كده نقول كل اللي بيسموه الدعاية الفجة اللي ملهاش علاقة بالعلم المحيطة بالسمنة، يعني النانو. لسه شايف اعلام كنت عايز والله ادخلها. مفيش حاجة اسمها نانو تكنولوجي في الجراحة، مفيش حاجة اسمها كده. وشفت كده انا يعني فزعت، لقيت اعلان يخرب بيت السوشيال ميديا. دور السوشيال ميديا سلبي، لان انا شايف السوشيال ميديا مرتع خصب لكل الهراءات والترهات العلميه. فده عايزين نعمل له حلقه. ملوش يعني حد، مش قادرين نلحق الكلام ده. والحقيقه الجامعه خدت يعني بتقاوم على قد ما تقدر، واحنا خلال المنصات الجميله يمكن عن طريق البرنامج بنحاول ان احنا نغطي الجزء العلمي ونوضح للناس الحقائق المظبوطه والحقائق اللي هي الزائفه الضاره اللي هي مش موجوده اصلا. يعني دي لا تقل اهميه عن المراره بالليزر مثلا والتكميم بالنانو تكنولوجي كل ده تخاريف. والهايبريد تخاريف طبعا. ايه ده؟ هل احنا وصلنا للدرجه دي؟ لا طبعا. احنا كأساتذة جامعات المفروض احنا وصلنا للدرجة دي من التدني في الدعاية، يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا. لا أتمنى ان هي دي حاجة مسيئة للأطباء، وطبعا بتضر بالمرضى لأن دي حاجة أماكن غير آمنة. وأنا شايف ان جراحة السمنة بس يعني من الحاجات اللي هي لازم تتاخد، يكون مكان آمن وجراح محترف وتوفر له كل الامكانيات بحيث تطلع بنتيجه كويسه. احنا يمكن بنتكلم على حالات اطفال وشباب عايزين نحسن حياتهم، اعمل لهم الاوبتيمم. لو مش تقدر تقدم ده بلاش تتعمل اصلا. بشكرك على قبولك دعوتنا استاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحه السمنه بكليه الطب جامعه عين شمس، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو. مشكلتي انا بدات من 15 سنه يظهر عندي سكر من النوع الثاني، فبدأت أتدرج في استخدام أدوية السكر حتى 10 سنوات وصلت إلى مناعة ضد كل الحبوب والمنظمات، وبدأ بعدها في استخدام الأنسولين. من المتابعة للنت ومتابعة عبر التلفزيون تعرفت على الدكتور كريم صبري وتواصلت معه عن طريق التليفون وشرحت له الوضع وإيش اللي حاصل بالضبط، فقال مشكلتك بسيطة وإن شاء الله تزورنا. وفعلاً عملت التحاليل المناسبة، كان عندي المتوسط وصل إلى 11 وبدأت تظهر علي آثار أو غيبوبة السكر بسبب الأنسولين، يعني وصلت إلى مناعة يتراكم الأنسولين في الجسم وبعدها مباشرة ينزل السكر فجأة، وكنت أصاب بغيبوبة السكر كنت أصل إلى ساعة إلى ساعتين. آخر يوم ما قبل العملية وصلت إلى غيبوبة السكر استمرت إلى 3 ساعات. بعدها سويت العملية بتاريخ 3/7. العملية ما استغرقت وقت ولا استغرقت جهد، يعني كلها تقريبا 2 ساعة بنج وعملية وإفاقة. فعندما طلعت من غرفة العمليات لم أصدق أن أنا سويت العملية، لأن جسمي مرتاح تماما ولا أشعر بأي تعب أو بأي إجهاد. فسألت المرافق تم إجراء العملية؟ قال تم والحمد لله. وزني من 90 نزل إلى 75 كيلو واستقر على هذا الحال، أمارس حياتي طبيعية وما فيش أي مشاكل. إحنا لازم نحافظ على ظهرنا. أرجوكم يا جماعة حافظوا على ظهركم، أرجوكم ما تشيلوش حاجات وتعملوا حركات مفاجئة تضر الظهر. هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والأعصاب